أنا من المسنية. أنا من صفا. أنا من هربي. أنا من يافا. أنا من مدينة الزدوق. أنا من مدينة المسنية. أنا من صفا. أنا من هربي. أنا من يافا. أنا من حلب. احنا كنا طالعين من بلدنا نجيب ذخيرة وأسلحة عشان ندافع عن بلد، مش طالعين شردين. لو كنا نعرف انه احنا بدنا بطولنا بحفيين والله حفيين. الفلسطينيون بدأوا بحوالي 650 ألف لاجئ فلسطيني الذين غادروا الأراضي قبل عام 1948. الآن يقتربوا من حوالي 5.5 مليون لاجئ فلسطيني. بقينا بدار واحدة، يهود ومسلمين ومسيحية، في حوش واحد كنا. إجانا 48 واقفين على الباب، إحنا مرقوا شحونة تركات كبار فيهم حاطين حطات حمر عقل، صاروا يقولوا الجيش العراقي، وقفنا صرنا نزقف له للجيش العراقي لأنه كان أشهر جيش في البلاد العراقي. طلعوا يهود غشونا وصاروا يطخطخوا علينا. طخوا أخوي، لما طخوا أخوي أخوي وحداني ما فيش على 6 بنات، صارت أمي لبنانية تصوت وتقول ابني. حملونا ودونا على البحر، ما دينا حلنا لفي بورسعيد. زادت الشغلة، صار اليهود مجنزرات يوم ما هجرنا يمكن كانت طول الليل. أنا اللي شفته اللي أنا فاكرة آخر إشي يوم ما طلعنا شردنا تحت رصاص، كان رصاص أحمر أحمر تشوفه في الفجر بدري. طلعنا قلنا بدنا نروح، رحنا على يبنا محل ما كنا نبات الدار الطويل على أمل نرجع تاني. احتلوا البلد كلها واحتلوا المنطقة، وصلوا لعند يبنا. طلعنا من يبنا لسدود، في سدود قالوا الناس خلاص عنا هنا بدنا نقعد، كل الناس اللي هاجروا بدنا نقعد هنا ونروح نجيب ذخيرة من مصر، الجيش المصري جاي. والله ما بيكفي، ايش كيس الحليب وايش انت السيرج وايش السكر وايش الطحين، كيس الطحين بس ايش ومنه بسد جانب عن جانب. يعني لما الأونروا تروح الشعب كفك عليه، ما هي صارت السرقه وصارت القتل من ايش؟ من القله. بيجينا الدعم، ايش الدعم؟ احنا بدناش دعم، احنا بدنا بلدنا، بدنا وطننا، احنا بدنا الوطن. ما بدنا احنا بس يسكنونا وحطونا بين 4 حيطان، احنا بدنا بلدنا. وان شاء الله بنروح وبنرجع على بلادنا وبنصير، بس اول اشي نصف القلوب، خلي مخافه الله هين والمحبه لبعض هين في قلوبنا. ايش احنا قلنا لفلسطين؟ حصل اشي بصيرش في الخيال ولا عمره حصل في الشعب قبل هيك. ويا ريتنا احنا تعلمنا من النكبه،
إلا زدنا نكبة بزيادة في خلافاتنا. بدنا بلد، بدنا بلدنا، بدنا حمامة، بدنا المجدل، بدنا يافا، بدنا عكا. التحدي الأكبر هو عدم وجود حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ثانيا نقص التمويل لعمليات الأونروا، وبالذات في ازدياد اللاجئون الفلسطينيون هم الأكثر نسبة زيادة في منطقة الشرق الأوسط. يضاف إلى ذلك مناطق عديدة من مناطق العمليات مثل قطاع غزة تعرض للحصار، تعرض للتدمير عدة مرات. في سوريا تدمر المخيمات الفلسطينية. في لبنان الفلسطينيون ممنوعون من العمل، لاجئون فلسطينيون ممنوعون من العمل في عشرات المهن. فلسطين يا بلسم ودواء لجروحي، والله من بالي وقلبي وعيوني ما بتروحي، أفديكي بولادي ومالي وروحي. فلسطين يا زينة المزيونة، فلسطين أنا والله حزينة، أنا مشردة، أنا مغربة، أنا والله يمه فلسطينية. أنا من المسمية. أنا من صفا. أنا من يافا. أنا من مدينة سدود. أنا من مدينة المجدل. أنا من حمامة. أنا من الجور. أنا من هربية. أنا من يافا. أنا من يبنى. أنا من حمامة. أنا من عكا. أنا من يافا. أنا من بيت دراس. أنا من قرية الشتير. أنا من سدود. أنا من عكا. أنا من يافا.